إحنا اليوم رح نبدأ بشابتر 21، عنوانه Conversion of Amino Acids into Specialized Products. أول شغلة بدنا نتعرف عليها، ما هي وظائف الأحماض الأمينية؟ The amino acids function or they are used in what؟ زي ما بنعرف، أول وظيفة أنه يستخدم الحامض الأميني في تصنيع البروتينات، بروتين سينثيسيس، مثلا بنصنع هرمونات، مثلا ممكن نصنع ريسبتر، مثلا بنصنع انزيمز. اوكي، فاذا اول استخدام للحامض الاميني they are used in protein synthesis. الاستخدام الثاني للاحماض الامينيه انه some amino acids help me in synthesizing glucose, they act as a glycogenic precursor. زي مثلا الانين، شفنا الألانين في التشابتر اللي قبله أنه بتحول إلى بايروفيت، والبايروفيت بقدر أستخدمه كمادة بريكيرسر لتصنيع الجلوكوز. إذا ممكن أستخدم بعض الأحماض الأمينية لسنتيساز الجلوكوز. بعض الأحماض الأمينية بقدر أستخدمها عشان أصنع فاتي أسيد، ستيرويدز، كيتون بوديز، أو ممكن أعملها أكسيد أكتر إلى CO2 وماء. شفنا مثلا اللوسين كيف بيعطيني لما بعملها ديجريديشن، بيعطيني أسيتيل كو اي، والأسيتيل كو اي أنا ممكن أعملها مور أكسيديشن CO2 and water and ATP or energy، أو ممكن أستخدمها في تصنيع كيتون بودي، أو أستخدمها في تصنيع كوليسترول، أو أستخدم الأسيتيل كو اي في تصنيع فاتي أسيد. سو هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي بيحكي عنها هذا الشابتر، إنه بعض الأحماض الأمينية بنحولها ل specific product. مثلا في الشابتر اللي قبله شفنا كيف التايروسين، أوكي، لما تكلمت آخر مرة في الشابتر اللي قبله عن فينيل كيتون يوريا، مرض الفينيل كيتون يوريا، كنا حكينا عن التايروسين كيف بنستخدمه في تصنيع النيورو ترانسميتر اللي هم الكاتيكولامين، دوبامين وإبنفرين ونور إبنفرين، هرمون الدوبامين وهرمون الأدرينالين والنور أدرينالين أو النواقل العصبية خلينا نحكي. فإذا هون عندنا استخدام مميز للتايروسين. كمان عنا حكينا في آخر تشابتر إنه التايروسين برضو بنقدر نحوله لصبغة الميلانين، الصبغة اللي بتعطيك اللون الأسمر، أوكي، أو بتعطيك الألوان، تخلي عيونك ذات لون غير اللون الأزرق، أو بتخليك أسمر البشرة. سو التايروسين كمان تتحول لمادة الميلانين، هي كمان طريقة أو أمينو أسيد كونفرجن تو سبيسيفيك برودكت. حقيقة هذا الشابتر بيحكي كمان عن الأمينو أسيد يوزينج أور كونفرجن تو كرياتين، هاي مادة كتير مهمة في العضلات، واللي بيلعبوا جيم بيعرفوا قديش هاي المادة مهمة، لأنه هذه المادة كرياتين اللي بحب يعرف. أوكي، باستخدام ATP تتحول إلى كرياتين فوسفيت. هلا واسم الإنزيم كرياتين كاينيز، باعتبار في بعض الطلاب عندي هون ماخذين بايو كيمستري لاب فسامعين عن هذا الإنزيم كرياتين كاينيز. أوكي، ناو كرياتين فوسفيت هو كثير مهم في العضلات، لأنه هذه الرابطة اللي بتربط بين الكرياتين والفوسفيت هي رابطة غنية بالطاقة، تتخزن هذا المركب كله بتخزن في العضلات، وفيه رابطة غنية بالطاقة. وانس انت عملت جهد عضلي بيجي انزيم السي كي او الكرياتين كاينيز بكسر كرياتين فوسفيت الى كرياتين واي تي بي. عشان هيك احنا بنهتم اللي بياخدوا جيم او بيعملوا جيم كتير بيهتموا انهم ياخدوا الكرياتين في او هذه المادة تكون موجودة في السبلمنت تبعهم، او بيهتموا انه يكون في امينو اسيدز أو بروتينات في الغذاء، لأنه هاي الأمينو أسيدز بنستخدمها لتكوين مادة الكرياتين. هذه المادة موجودة بالعضلات ونستفيد منها في تخزين الطاقة، لأنه أنا ما عندي ATP تخزين، ما بخزن في الخلية ATP على شكل ATP، بخزن الطاقة في العضلات على شكل كرياتين فاسفيت في هذه الرابطة بين الكرياتين والفاسفيت. أوكي، كمان الأحماض الأمينية بقدر أستخدمها في تصنيع القواعد النيتروجينية، البيورينز والبايريميدنز، هذا الكلام بنشوفه التشابتر اللي بعده. أيضا نستخدم مثلا التايروسين عشان أصنع هرمون الغدة الدرقية ثايروكسين،
وأنا وياك رح نركز في هذا الشابتر على كيف رح أستخدم الأمينو أسيد في تصنيع مادة جدا مهمة اسمها بورفايرين، حلقة جدا مهمة اسمها بورفايرين، وهذا البورفايرين إذا بضيف له ذرة حديد بتحول إلى هيم. فإذا في هذا الشابتر في عنا كتير فقرات عن تكوين الكرياتين والميلانين والثايروكسين والنيوروترانسميتر والبورفايرين، لكن أنا وياكم رح نركز وندخل انديب، أوكي، رح ندخل كتير بتعمق أكتر بكيفية استخدام الأحماض الأمينية لتصنيع مادة البورفايرين عشان أصنع مادة أهم اللي هي تسمى مادة الهيم. أوكي، فأنت راح تشوف في الكتاب كل هاي الأشياء كلهم، كيف بنصنع منهم، كيف ناخذ الأحماض الأمينية ونصنع هاي المركبات، لكن أنا وياك راح نركز على تصنيع البورفايرين فقط. أوكي، نشوف. عندي هذه المادة مهمة عشان أصنع الهيم. ما هو الهيم من حيث التركيب؟ الهيم من حيث التركيب، خليني أفرجيك إياه على الرسمة. أوكي، لا هذه هي الهيم، هذا هو الهيم. الهيم من حيث التركيب هو ذرة حديد في المنتصف، ايرون بلس 2، المفروض هون نحط موجب تنين، ايرون بلس 2 موجودة في داخل حلقة in the center of a ring، وهذه الرينج بنسميها بروتو بورفايرين رقم 9. اوكي، هذه رقم 9 باللاتيني. سو الهيم عبارة عن شيئين، ايرون بلس 2 اف اي بلس 2 in the center of a ring. This ring is called بروتوبورفايرين رينج رقم 9. هي it's a porphyrin ring، هي عبارة عن حلقة بورفايرين ونوعها exactly بروتوبورفايرين رقم 9، هذا هو الهيم. طيب في إيش هذا الهيم بفيدني؟ هذا الهيم بفيدني في تصنيع أو في الدخول في تركيب عدد من البروتينات. مثل مين؟ على رأسهم الهيم containing بروتين، على رأسهم هيموغلوبين. وين موجود الهيموغلوبين؟ موجود في الدم. في الار بي سي، في الريد بلاد سيل، بكرات الدم الحمراء، ووظيفته زي ما بتعرفوا ترانسبورت اكسجين within او from lung to tissue. إذا الهيموغلوبين الموجود في الـ RBC بيساعد الـ RBC إنها تمسك في الأكسجين عشان ننقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة. أيضا other heme containing protein غير الهيموغلوبين المشهور، في عنا ابن عمه اسمه مايوغلوبين. مايوغلوبين، خليني أكتب اسمه هون، مايو يعني عضلات، مايوغلوبين. إذا المايوغلوبين يتكون من قسمين، الهيم زائد الجلوبين. زي الهيموغلوبين، الهيموغلوبين عبارة عن 4 سلاسل جلوبين، أوكي، وهاي ال4 سلاسل جلوبين مربوطة ب4 مجموعات هيم. إذا بتتذكر الهيموغلوبين كان تنتين ألفا وتنتين بيتا، الميوغلوبين ما فيش فيه 4 سلاسل، فيه سلسلة واحدة جلوبين، وموجود في منتصفها 1 مجموعة هيم، مجموعة هيم واحدة. واضح من اسمه الميوغلوبين وين بكون موجود؟ بعضلات بالعضلات. ووظيفته شو هو؟ أو شو هي الوظيفة تبعته؟ الوظيفة تبعته إنه ينقل، يمسك في الأكسجين، ينقل الأكسجين في العضلة. أيوة، وينقل الأكسجين في داخل الخلية العضلية بس، إذا هو خاص في العضلات. أوكي، other heme containing protein في عندي إنزيم مهم اسمه كاتاليز. إذا بتروح تطلع على تركيبه أكتر في الكتب بتلاقي ان الكاتاليز عبارة عن بروتين ويوجد فيه مجموعة هيم. والكاتاليز هو انزيم جدا مهم عشان اعمل detoxification of hydrogen peroxide. الكاتاليز بحول الهيدروجين بيروكسيد الى H2O2 ايوه H2O2. عشان نعمل هذا الكلام لازم يكون جوات هذا الانزيم ذرة الحديد او مجموعة الهيم. اوكي، فالايرون بلس 2 كتير مهمة لشغل الانزيم، مجموعة الهيم مهمة عشان انزيم الكاتاليز. اوكي، واخر هيم بروتين مذكور عندي في الكتاب اللي هم سايتوكروم. سايتوكرومز. السايتوكرومز شفناهم في الاحياء وشفناهم كمان في البايوكيمستري، في اي عناوين شفناهم؟
في تركيب من؟ المونو اكسجينيز سيستم. أيوة، إذا إحنا إذا بنروح على المونو أكسجينيز سيستم بنلاقي إنه عبارة عن بروتينات ويوجد في داخلها هيم وتسمى السيتوكرومات. أوكي، والمونو أكسجينيز سيستم شفناه مثلا في الليفر، في السموث اي ار كان السيتوكرومز او المونو أكسجينيز سيستم كانت تساعدني في الديتوكسيفيكيشن اوف دراجز. اوكي، اذا المونو أكسجينيز سيستم مثلا in the liver is very important to detoxify toxins and drugs. ايضا السيتوكروم شفناهم في مكونات سلسلة نقل الإلكترون، إلكترون ترانسبورت شين. كثير كومبلكسز في سلسلة نقل الإلكترون، يوجد في تكوينها ذرة حديد آيرون بلس 2 موجودة في داخل حلقة اسمها بورفايرين. يعني باختصار كثير سيتوكرومز، أو عفوا كثير كومبلكسز في سلسلة نقل الإلكترون بتحتوي على سيتوكرومز اللي في تركيبهم يوجد مجموعة الهيم. الايرون بلس 2 كثير مهمة في التركيب. الايرون بلس 2 لما تستقبل، او عفوا لما تعطي الكترون بتتحول لايرون بلس 3 بالسلسلة، لما بتستقبل الكترون بترجع الى ايرون بلس 2. فاذا في داخل الكومبلكس في سلسلة نقل الالكترون في عندي سايتوكروم، والسايتوكروم عبارة عن بروتين فيه مجموعة هيم، وهذه المجموعة ما يميزها وجود ذرة الحديد اللي بتتأرجح في سلسلة نقل الإلكترون بين ايرون بلس 2 وايرون بلس 3 حسب أخذت الإلكترون أو أعطت الإلكترون. استاذة ملاحظين إن هي كثير مهم في هذه البروتينات يؤدي وظائف. تمام، ميزة الهيم بروتينز اللي هم الهيموغلوبين مايوغلوبين كاتاليز والسيتوكرومز إنه they are rapidly synthesized and rapidly degraded، يعني عمرهم مش طويل. أوكي، ليس طويلين في العمر. They are rapidly synthesized and degraded. فمثلا إحصائيا 6 to 7 gram each day is made to replace the degraded one. كل يوم إحنا بنحطم 6 ل 7 جرام، وبالتالي في كل يوم إحنا بدنا نصنع مقابل اللي تحطم. طيب، خلال تحطيم الهيم بروتين المركبات التي تحتوي على هيم، ايش رح اسوي في الهيم الناتج؟ كيف بدي احطمه؟ رح نشوف سوا كيف انه خلال تحطيم البورفايرين رح يعطيني مادة اسمها بيليروبين. وهذه البيليروبين بوديها لوين؟ بوديها في العصارة الصفراوية through the bile duct to the gallbladder أو directly to the small intestine، بتخلص منها. هذه البيليروبين إذا ظلت في داخل جسمي بتخليني أصاب باليرقان. رح ناخذ عن اليرقان في هذا الشابتر. وبالنسبة لذرة الحديد الموجودة في مجموعة الهيم، ما بكبها إنما بعيد استخدامها. فإذا كمان رح نتكلم عن كيفية تحطيم الهيم في الجسم. فأنا وياك اليوم رح نتعرف على أشياء كثيرة، على تركيب الهيم in detail أكثر، رح نتعرف على طريقة تصنيعه وطريقة تحطيمه. نبدأ بالتركيب. هذا هو التركيب العام للهيم in general، هو تركيب الهيم أو تركيب البورفايرين رينج. سوري، الهيم، this is the heme. في الرسمة هذا تركيب الهيم. ليش؟ لأني أضفت مجموعة الحديد في المنتصف. لو ما أضفت مجموعة الحديد بتحكي لي هذا تركيب البورفايرين. سو أمامك تركيب الهيم. الهيم عبارة عن ذرة حديد موجودة في منتصف حلقة، هاي الحلقة من حلقات البورفايرين. البورفايرين نفسه فيه كم حلقة؟ واحد، اثنين، أربعة. إذا it has four rings. Yeah. So porphyrin structure عبارة عن four rings. هذا الرينج اللي نرسم لك إياها مفردة هون بهذا الشكل. هذا الرينج إيش بسميها؟ بسميها بايرول. في الأورجانيك كيمستري بيسموها بايرول رينج. This is a biral. So it consists of four biral ring. And they are connected ولا disconnected؟ connected أربعة connected by a bridges. وهاي البريدج فيها كم كربونة؟ one carbon one carbon bridge. واحد. So it consists of four biral rings connected by a carbon bridges. أربع حلقات بايرول، مش عارفة أصغرها بس لحظة، أربع حلقات بايرول متصلات بالكربون
جسور من الكربون، كل جسر عبارة عن كربونة واحدة. إذا هذا التركيب العام للبورفايرين. هلأ إيش أنا بحط على هاي الحلقة؟ إيش بحط من إضافات بيطلع لها اسم؟ أوكي؟ تمام؟ إيش بحط من إضافات على هاي الحلقة بيطلع أنواع للبورفايرين، أنواع. يلا ندخل إذن سوا مع بعض على أول فكرة أيضية، اللي هي كيفية تصنيع الهيم، هيم سينثيسيس. بتصنع الهيم مجلي في مكانين، المكان الأول اللي هو الكبد، رح نحكي عن التصنيع في مكانين، في الليفر وفي البون مارو. المكان الثاني نخاع العظم. الليفر ليش معنية بتصنيع الهيم؟ زي ما شفنا من خلال رؤيتي للهيم بروتين، الليفر فيها كمية كبيرة من السيتوكرومز أو المونو أكسجينيز سيستم في السموث إي آر، وهذا الكلام كتير مهم حتى أعمل detoxification of drugs and toxins. بلس إنه في عنا إنزيمات مختلفة في الليفر تحتاج إلى وجود الهيم، زي إنزيم الكاتاليز for example. البون مارو طيب ليش مهتم في تصنيع الهيم؟ لأنه من نخاع العظم بيطلعوا كريات الدم الحمراء الـ RBC، والـ RBC في تكوينها في عندي هيموغلوبينز، والهيموغلوبين عبارة عن جلوبين زائد مجموعة الهيم. مجموعة الهيم هي اللي بتمسك في الأكسجين، أوكي، وبتساعد الريد بلاد سيل على نقل الأكسجين عبر الجسم. سو الهيم سينثيسيس ميجرلي في الليفر والبون مارو. أوكي، مين برأيك تصنيع الهيم في الليفر ولا تصنيع الهيم في البون مارو بكون at a constant rate، بيتم 24 على 24، أو بما معناه بيتم بتقريبا معدل ثابت ما بيتغير؟ في البون مارو البون مارو. بون مارو أيوة. So the rate is constant and the matches the globin synthesis rate، يعني تصنيع الهيم في البون مارو بكون على معدل ثابت، حتى نستبدل الـ RBC اللي شاخت وكبرت في العمر واللي تحطمت، فلازم نصنع غيرهم. فالريت از كونستانت ان ذا بون مارو، وبكون يعني متوازي مع تصنيع الجلوبين. ليه؟ لانه الهيم عباره، او عفوا، لانه الهيموغلوبين عباره عن هيم بحطها مع جلوبين، فلازم يكون معدل تصنيع الهيم عامل ماتشنج مع معدل تصنيع الجلوبين عشان نحطهم سوا سوا مع بعض ونصنع ماده الهيموغلوبين. ماشي. أما معدل تصنيع الهيم في الليفر فهو بيختلف variable، هو أنت ماخذ دواء ولا مش ماخذ، أخذت سم عن طريق الخطأ أو عن طريق القصد ولا لا. فإذا هل أنا بحتاج السيتوكروم 24 ساعة ولا أحيانا لما أنا بستهلك أدوية وسموم؟ على هذا الأساس. أيوة تفضلي. لا بحكي إنه بنحتاج أحيانا مش دايما. صحيح. فإذا the rate of synthesis of heme in the liver is variable. It depends on your physiologic domain. بيعتمد على حاجتك الفسيولوجية للهيم في الكبد. So, الكبد والبومار الكليه ما بيصنع، لكن الريت بيختلف، واحد منهم constant والثاني variable. تمام. نبدأ الآن بالتصنيع. خليني أفرجيك الخريطة اللي راح أشرحها. الخريطة اللي راح أشرحها رح تبلش من الميتوكوندريال ماتريكس، من داخل الميتوكوندريا. بعض الخطوات بتتم في الميتوكوندريا، والبعض الآخر زي ما انتم شايفين بتتم وين؟ في السيتوسول. ثم نرجع مرة ثانية إلى الميتوكوندريا. إذا نبدأ في الميتوكوندريا، خطوات تحدث في السيتوسول وننتهي في الميتوكوندريا. سو الإنزيمات اللي رح أشرحها أنا وياك موزعة بين وين ووين؟ بين الميتوكوندريا والسيتوسول. بين الميتوكوندريا والسيتوسول. رح ناخذ هاي الخطوات شوي شوي، حبة حبة. اوكي، عندي اول خطوتين مرسومات على اللوح، كبرهم. رح نحتاج الى حامض اميني، اصلا عنوان التشابتر هو كان conversion of amino acid to specific product، اي من الاحماض الامينية بتساعدني في تصنيع الهيم. واضح من الصورة، شو رأيك؟ الجلايسين جلايسين، صحيح. فإذا أنا بحتاج إلى الجلايسين عشان أصنع الهيم، طبعا زائد مركبات أخرى. أول خطوة رح ناخذ جلايسين، هي الكربونة، هي الكربوكسيل، هي الأمينو، والآر جروب كتير بسيطة، هي اتش.
رح نحتاج إلى مركب، ممكن أخذه من سك من كريبس سايكل، ممكن أمسك من حلقة كريبس وأسحب هذا المركب ناحية تصنيع الهيل. اسم المركب ساكسينيل كوي، تمام. وش رح تسوي فيهم؟ رح نعمل إزالة لمجموعة السي أو تو في الجلايسين، وناخذ ما تبقى منها ونربطه في الساكسينيل كوي، هذا ما تبقى من الجلايسين مربوطا بالساكسينيل بالساكسينيت. هاي الكوي طبعا طلعت برا. فإذا في أول خطوة رح نعمل كوندنسيشن between the glycine and succinyl CoA، بعد بنعمل طبعا decarboxylation، رح نقيم CO2 عشان نعمل التكاثف. رح ينتج عندي مادة، هذه المادة تعال نشوف شو اسمها، اسمها أمينو، خلينا بس أغير اللون، أمينو ليفيولينيك أسيد، أمينو ليفيولينيك أسيد، وفيك تختصره بالاختصار A L A، أمينو ليفيولينيك أسيد. رح ينتج معاي just one مركب، مركب واحد، أوكي، اسمه أمينو ليفيولينيك أسيد. اسم الإنزيم كتير سهل، أمينو ليفيولينيك أسيد سينثيز، سينثيز المصنع، أوكي. وين موجود؟ زي ما شفنا في بداية الرسمة الخطوات بتتم في الميتوكوندريا، فهدول الخطوتين المرسومين أو هاي الخطوة المرسومة أمامك موجودة إنزيمها في الميتوكوندريا. أمينو ليفيولينيك أسيد بحاجة إلى كو إنزيم جدا مهم اسمه أو مشتق من، خلينا نحكي مشتق من وين، مشتق من فيتامين بي 6، اسمه اسم الكو إنزيم بايريدوكسال فوسفيت، بيختصروهم بالاختصار بي ال بي، وهو من مشتقات الفيتامين بي 6، اوكي، اسمه بايريدوكسال فوسفيت. لذلك اي نقص في فيتامين بي 6 ممكن يصير معي انيميا ولا مش ممكن؟ ممكن ممكن. يا لاحظ دائما انا بدرس الايض وبتعب حالي عشان افهم الامراض، افهم الادويه، افهم طريقه التشخيص، اوكي، تمام. فهي اول خطوه، وهي الخطوه بحب احكي لك هي ابطا خطوه، it is the rate limiting step، مما يعني it is under regulation. مباشره نحكي على الريجوليشن، كيف ممكن اعمل ريجوليشن لهي الخطوه؟ إذا كان عندي موجود من البرودكت كمية. ايوه صحيح، برافو. اصلا واضح على الرسمه انه في شيء عم بيعمل انهبيشن اللي هو المنتج، اوكي. سو ريجوليشن، اول ريجوليتر عليه اللي هو الهيم نفسه، ده هيم، الهيم في داخله قلنا ذره حديد، هو رينج بروتوبورفايرين رينج رقم 9، في داخلها ذره حديد موجب تنين. هلا الهيم لما يزيد تركيزه في الخليه بتتحول ذره الحديد موجب تنين لذره حديد موجب 3، فبدل ما أسمي المركب هيم بصير أسميه هيمين، هيمين، هيمين يعني إنه ذرة الحديد في داخله بأي شكل؟ بالشكل موجب 3. الهيمين هو اللي بيأثر على الخطوة هاي وبيعمل ريبريشن. ريبريشن إيش يعني ريبريشن؟ يعني بقلل من تركيز الإنزيم، بقلل من تركيز أمينو ليفيولينيك أسيد سينثيز إنزيم، أوكي؟ فهو الكتاب حاطط الاختصار انه هي بتعمل انهبيشن على هاي الخطوه، مزبوط، بس هون احنا داخلين في التفصيل كيف الهيم بتحول لهيمين، لانه ايرون بلس 2 بتتحول لايرون بلس 3، والهيمين نفسه هو اللي بيعمل ريبريشن. ريبريشن هاي اول طريقه. الطريقه الثانيه هاي اكسكلوسيفلي موجوده في البون مارو، اوكي. فاذا الطريقه الاولى بتشوفيها في الليفر وفي البون مارو، لكن الطريقه الثانيه بس بتشوفيها في البون مارو، انه في عندنا تو ريجوليترز زياده. الريجوليتر الاول اللي هو توفر ذره الحديد، ايرون افيلابيليتي. برايك توفر ذره الحديد بيشجع هذه الخطوه ولا بيثبطها؟ شو رايك في البون مارو اللي بتصنع ريد بلاد inhibition. سيل؟ توفر ذره الحديد، لا بشجعها لأني أنا عندي حديد بقدر أعمله. ايوه، فلما يكون في عندي سابستريتس، عندي ذرة حديد، فمعناته أكيد هاي الخطوة بتتشجع، لأنه الهيم اللي بكونه حكينا هو عبارة عن حلقة وفي داخلها ذرة حديد. طب أنا ما عندي ذرة حديد، ليش أصنع هاي الحلقة؟ فإذا البون مارو بتمشي هاي الخطوة أكتر
إذا كان في عندي آيرون، الآيرون افيلابيليتي بيشجع هذا الإنزيم. أيضا في عندنا مادة بروتينية اسمها إريثروبويتين، إريثروبويتين، واختصارها باختصروها الدكاترة بالاختصار EPO. EPO هذه المادة بتطلع من الكلية. هذه المادة أو هذا الهرمون أو هذه المادة البروتينية بتشجع هذا الإنزيم في البون مارو. الإيبو بيعمل ستيميوليشن للـ ALAS. أوكي، سو مادة مهمة جدا، بتطلع من الكلية بتسافر لتروح للبون مارو وبتأثر بشكل إيجابي. أوكي، بتحفز الخطية. اسم المادة إريثروبويتين أو إيبو. أوكي، وهذا بخليني أفهم ليش الناس اللي عندهم رينال فيلر بصير عندهم أنيميا. ليش يا ترى؟ عشان ما في عندهم إرثروبوتن. صحيح، إذا في الرينال فيلر كمية الإيبو اللي بتنفرز بتكون قليلة، وبالتالي ككونسيكونس بصير عندهم أنيميا. في المستشفيات يوجد حقنة إيبو. أوكي، في المستشفيات في عندنا حقنة اسمها حقنة إيبو إريثروبويتين لعلاج هاي المشكلة. تمام، لاحظ مرة ثانية كيف فهمنا للأيض بخليني أفهم الأمراض وعلاجاتها. نكمل الخطوة اللي بعديها. أوكي، الخطوة اللي بعديها راح أحتاج إلى ALA، راح أحتاج إلى 2 منه. لاحظ كاتب لي 2، إذا راح أحتاج 2 من ALA أو أمينو ليفيولونيك أسيد، وأعمل بيناتهم إيش؟ كوندنسيشن، أعمل تكاثف فيما بينهم. راح أحتاج عشان أعمل هذا التكاثف إلى أن أسحب جزيئين ماء. إذا عشان آخذ 2 ALA وأربطهم مع بعض، لا مو بس ربط، كمان بدي أعمل حلقة في التركيب. أوكي، راح أعمل حلقة في التركيب، فبحتاج إني أشيل مي. هذا الإنزيم اللي بيعمل هيك، اللي بيشيل المي، اسمه أمينو ليفيولونيك أسيد ديهايدروتيز. هذا الإنزيم موجود في السيتوسول. أوكي، ناتج التكاثف والتسكير على شكل حلقة راح يكون هو 4-4-4-4-pilinogen. 4-4-pilinogen. دائما وأبدا يا جماعة، لما بشوف كلمة جن في الاسم، اسم المركب، بعرف إنه هذا المركب من دون ألوان، colorless. أوكي، دائما لما بشوف كلمة جن، 4-4-pilinogen، جن تعني هذا المركب بلا لون، وإنه هذا المركب أوكي ممكن إنه يصير له عملية أوكسيديشن. أوكي، ممكن يتأكسد ويتحول إلى نفس الاسم ولكن تحذف كلمة جن، بورفوبيلين. ساعتها يصبح لهذا المركب ألوان، كلر. خليني أفرجيك هذا الكلام مكتوب على اللوح. لاحظ بورفايرينوجين، جن، كلمة جن it means colorless. When it's turned to، ما في كلمة جن في اسم المركب، مثلا بورفايرين، it means that إن المركب أصبح ذات ألوان، colored. كيف ممكن نحول المركب من colorless إلى colored؟ بعملية أكسدة. الأكسدة ممكن تتم بمساعدة إنزيمات معينة، ممكن تتم عن طريق التعرض للضوء، أو ممكن تتم عن طريق التعرض للهواء. فإذا المركبات التي تحتوي على جن وكلمة بورفايرين مع جن تعني أنها مركبات بلا ألوان. Once تأكسدت بواسطة إنزيمات أو بواسطة الضوء أو بواسطة الهواء فستتحول إلى ألوان، وهذا الكلام بهمني بعد شوي لما أحكي عن الأمراض. أوكي، سو الخطوة الثانية بورفوبيلانوجين كان البرودكت تبعي، وواضح إنه هاي الخطوة في سم عم بيأثر عليها. ما هو السم اللي بيأثر على هذا الإنزيم؟ شايف السم اللي موجود بيأثر على نشاط الإنزيم؟ الليد ليد، يا ليد اللي هو الليد الرصاص. يا سو الليد هو عنصر الرصاص. الرصاص بيأثر على هذا الإنزيم بطريقة تثبيتية، بيعمل انهبيشن. عشان هيك شو رأيك، التسمم بالرصاص ممكن يعمل أنيميا، صح ولا لا؟ صحيح. صحيح. ليش؟ لو ذكرنا أو طلبنا السبب تحكي لي إنه بيعمل انهبيشن لإنزيمات.
نحتاجها في تصنيع الهيل، زي مثلا أمينو ليبيلونيك أسيد ديهايدراتيز. ديهايدراتيز أوكي، هو بيعمل إنهبيشن لهاي الخطوة. تمام، نكمل. برأيك كم بورفوفيلينوجين بدي عشان أكون حلقة بورفايرين؟ 4. أربعة، برافو. شايفين هذه الحلقة؟ هاي حلقة بايرول. أنا حكيت البورفايرين فيه أربعة من هدول. فإذا الخطوات اللي بعديها، لاحظ شو كتب الكتاب، you need four من هدول، four بورفوفيلينوجين، أربعة. رح نعمل كوندنسيشن بيناتهم، الأربعة رح نربطهم سوا مع بعضهم، وهذا الكلام رح يتم عن طريق إزالة مجموعة الأمينو جروب. فبنعمل دي أمينيشن أو منزل الأمينو جروب أوكي، فبيرتبطوا الأربع مركبات مع بعضهم البعض على شكل مركب. هذا المركب اسمه هيدروكسي ميثيل بايلين. أنا رح أرسم صورة سريعة للمركب. أوكي، هذه ذرة النيتروجين طبعا، هدول البايرولز. تمام، في هذا الشكل. هذا باختصار، هذا هو الشكل العام للهيدروكسي ميثيل بايلين. هو عبارة عن أربعة بورفوفيلينوجين، عملت بيناتهم كندنسيشن عن طريق الدي أمينيشن، فحصلت على مركب واحد فيه أربع حلقات بايرولين. لكن استيل هذا المركب مش عامل حلقة بورفايرين، مش مسكر على حاله. اوكي، استيل مش عامل الكاركترستيك اللي بعرفها لحلقات البورفايرين. اسم المركب هيدروكسي ميثيل بلين، اسم الانزيم هيدروكسي ميثيل بلين سينتيز. اوكي، نكمل. ناو راح اخذ الهيدروكسي ميثيل بلين ورح أسكره على شكل حلقة. لاحظ هيدروكسي ميثيل بلين اللي قبل شوي رسمته. أوكي، راح أوصل الطرفين البعيدين، راح أوصلهم مع بعض وأكون أول حلقة بورفايرين. بورفايرين، نكون أول حلقة بورفايرين. هاي الأربع بايرول رينج وبيناتهم بريدجز أو جسور من الكربون. سو هاي أول خطوة بكون فيها بورفايرين، رينج كلوجر، سكرنا الحلقة. نوع البورفايرين اللي بتكون، كي يبدأ بحرف اليو، يورو بورفايرينو جن جن ثلاثة. هل هذا المركب له لون؟ لا لا، من دون لون، كلورلس. اوكي، سو رح نكون اول بورفايرين اسمه يورو بورفايرين جين رقم ثلاثة. أي تغيير على الجروبس اللي موجودة على البورفايرين على طول بيطلع معاي أنواع أخرى. أوكي، فهذا نوع من أنواع البورفايرين اسمه يورو بورفايرينوجين رقم 3. نشوف اسم الإنزيم، اسم الإنزيم يورو بورفايرينوجين 3 سينتيز، يورو بورفايرينوجين 3 سينتيز. اللي بعده، الخطوة اللي بعديها، شايفين هذه المجموعة؟ هل هي موجودة؟ هذه المجموعة اللي دورت عليها بالدائرة الحمراء، شايفها لا انوجدت في شلتها المونتاج؟ أيوة. إذا الخطوة اللي بعديها شو عم نعمل قاعدين إحنا؟ دي كاربوكسيليشن. ديكاربوكسيليشن، صحيح. هي هون كمان شلتها، لازم نشيل أربع مجموعات CO2. فإذا عم نعمل قاعدين ديكاربوكسيليشن رياكشن. سو الإنزيم هو ديكاربوكسيليز اسمه يورو بورفايرينوجين 3 ديكاربوكسيليز. استل احنا عندنا مركب بورفايرين، اكيد اسمه رح يتغير. قلت لك اي تغيير بسيط على التركيب بيطلع عندي انواع. النوع الثاني يبدا بحرف السي، كو بورفايرينوجين، ايضا هذا من دون لون، كو بورفايرينوجين 3، كو بورفايرينوجين 3. اوكي، اذا سكرنا ثم عملنا ديكاربوكسيليشن. اوكي، كمل. بدأنا بحرف اليو، يو يورو بورفايرينوجين 3. التركيب اللي بعده أصبح فيه السي لأنه أمنا السي أو 2. أوكي، فبحط فيه السي، هي السي أو حتى عشان تتذكر، السي أو 2 يعني السي أو رح يضل اسم. كو بورفايرينوجين 3، شوف اللي بعده،
شو رح نعمل في اللي بعديه، في الخطوة اللي بعديها رح نعمل أكسدة. أكسدة، يا ديكربوكسيليشن. لاحظي هذه المجموعة ما عادت موجودة، إذا عم نعمل أيضا ديكربوكسيليشن زائد عملية أكسدة. لاحظي هذه الرابطة أحادية، هذه الرابطة ثنائية، عم نعمل أكسيديشن أند ديكربوكسيليشن، فرح نحصل على مركب يبدأ بحرف البي. أنا عم بعمل هيك عشان نعرف نحفظهم بالترتيب، أوكي؟ بي اسمه بروتو بورفايرينوجين 9. واو اقتربت، أنا بعرف الهيم فيه رقم 9، إذا اقتربنا من النهاية. بروتو بورفايرينوجين 9، برضه هذا من دون لون، من دون ألوان. اسم الإنزيم كو بورفايرينوجين 3 أوكسيديز، أوكسيديز تمام، لأنه عملنا أكسدة سميناه أوكسيديز. طيب بروتو بورفايرينوجين 9، الخطوة الأخيرة شو برأيك رح تكون؟ رح أقيم كلمة جين. كيف أقيم كلمة جين؟ دي أكسد. بدي أعمل أكسدة، والأكسدة هون رح تتم عن طريق إنزيم أوكسيديز، إذا رح أحتاج إلى بروتو بورفايرينوجين أوكسيديز حتى أقيم كلمة الجين، وتحول من بروتو بورفايرينوجين 9 إلى، مالك شو اسمه هذا المركب؟ بروتو باير بوري فايري بطلت أعرف أحكيها. تمام بسيطة، بروتو بورفايرين، بروتو بور فاي رين رقم 9، وأنا أصلا أهدف إلى تصنيع بروتو بورفايرين 9. تمام هينا صنعنا، عملنا أكسدة. إذا حابب يعني بتحب كتير الكيمياء وبدك تعرف وين عملنا الأكسدة بالضبط، عملناها على البريدجز، على الجسور. لاحظ هون ما في رابطة ثنائية، طلع هون في عندي روابط ثنائية، إذا أنا عاملة أكسدة، عملت أكسدة، فتحول الجن إلى مركب من دون كلمة جن، أوكي بروتوبورفايرين 9. طيب يلا أنت احكي لي آخر آخر خطوة شو بلزم أحط فيه السنتر؟ ذرة الحديد. يا هي آخر خطوة إني أحط ذرة الحديد، صحيح تمام. فآخر خطوة باخذ البروتو بورفايرين 9 وبنحط ذرة الحديد in the center اللي هي ايرون بلس 2 موجب 2. اوكي والإنزيم هذا هو إنزيم يتميز إنه عنده مخالب، وهذه المخالب بتعمل كليشن، يعني وكأنها تنزع وتمسك بمخالبها تمسك ذرة الحديد. إذا هذا الإنزيم عم بشبهه بشيء له مخالب، وهذه المخالب تنزع، أوكي تمسك وتنزع ذرة الحديد وتبقيها في داخلها حتى تعطيها للمركب. لذلك هذا الإنزيم شو بنسميه؟ بنسميه كيليتيز. كيليت يعني ذات مخالب، كيليتيز اللي هو الإنزيم. طيب إيش بيمسك في مخالبه؟ بيمسك ذرة حديد، إذا اسم الإنزيم فيرو كيليتيز، فيروكيليتيز الماسك لذرة الحديد، رح يمسكها وين يحطها؟ زي ما انتم شايفين بحطها in the center. بهذا الشكل بكون أنا كونت الهيم اللي هو عبارة عن iron plus 2 في داخل بروتوبورفايرين 9. هلأ هذه الخطوة كمان سم الرصاص بيأثر عليها، lead inhibit also this enzyme. إذا هل الرصاص يؤدي إلى حدوث أنيميا؟ الجواب yes، والسبب انه بيعمل انهبيشن مش لانزيم، لا لانزيمين، اللي هو تاني انزيم اللي كان اسمه ALA dehydratase اللي كان ياخذ 2 ALA ويربطهم سوا، وكان يعمل كمان انهبيشن لاخر انزيم اللي هو اسمه pyroglycolytase. على هذا الاساس هو بيعمل انيميا. تمام اوكي نيجي نراجع الخطوات مباشرة على الخريطة. لاحظ انه بعض الانزيمات موجوده في السيتوسول، البعض الاخر في الميتوكوندريا، واضحه على الخريطه كل انزيم وين موجود. بدانا الخطوات عن طريق اخذنا جلايسين وساكسينيل كو اي، وقمنا سي او 2 من الجلايسين عشان اعرف اربطها في الساكسينيل، فحصلت على اي ال اي، وكان اسم الانزيم اي ال اي سينثيز، وكان هذا اهم انزيم عليه ريجوليشن وشرحنا عنه. بعدين الاي ال اي في السيتوسول بناخذ تنين منهم نربطهم سوا عن طريق الدي امينيشن، خرجنا مجموعات امينو.
اوكي خرجنا سوري عن طريق اسف عن طريق الديهايدريشن، ازاله مجموعات مي. كان الانزيم اسمه ديهايدريتيز، ديهايدريتيز تمام. الامينو الفيلانيك اسيد لما عملت ديهايدريشن لاثنين منهم فارتبطوا مع بعض واعطوني بورفوبيلينوجين. بورفوبيلينوجين احتجت 4 من هذا المركب، وشلت منهم مجموعات الامينو جروب، 4 امينو جروب، فارتبطوا مع بعض واعطوني بورفايرين مفتوح مش مسكر اسمه هيدروكسي ميثيل بايلين. كان اسم الانزيم هيدروكسي ميثيل بايلين سينثيز. وبعدين بلشنا نصنع يو سي بي، يو سي بي اوكي، مركبات اليو سي بي. اول اشي سكرنا الهيدروكسي ميثيل بايلين على شكل حلقة، فكونا يورو بورفايرينوجين 3 عن طريق سينثيز، يورو بورفايرينوجين 3 سينثيز. ثم عملنا إزالة لل CO2 ديكاربوكسيليشن، فكونا كو بورفايرينوجين 3. ثم كملنا الخطوات زي ما شايف في الميتوكوندريا، ثم سوينا أكسدة وديكاربوكسيليشن إذا ما خربشت، فكونا بروتو بورفايرينوجين 9 عن طريق ديكاربوكسيليز انزيم. اوكي ديكاربوكسيليز انزيم. واخر شيء عملنا اكسده اجين حتى نقيم كلمه جين، فتصبح عندي بروتو بورفايرين 9. وبعدين جبنا الفيروكيليتيز وحطينا ذره الحديد، فحصلنا على مجموعه الهيم. تمام، هيك احنا بنكون راجعنا العمليه سريعا ولكن على الخريطه. شايفين هذا الطريق هي الطريق الرئيسي، هذا الطريق هي طريق تصنيع الهيم. هلا أي علة في أي إنزيم، مثلا إذا كان في عندي هذا الإنزيم خربان فمعناته المركب اللي بتراكم ممكن يدخل في طريق فرعية. لاحظين مثلا إذا هذا الإنزيم كان غير شغال أو غير فعال، فالهيدروكسي مثل بلين بتراكم في الخلية وبيقدر يدخل للباثوي الفرعي اللي أمامك، بيكون لي مواد فيها بورفايرين، بورفايرينوجين، وهذه المواد بتتأكسد وبتعطي ألوان، تعطي ألوان. أوكي برضو مثلا إذا هذا الإنزيم مغلق فالمادة المتراكمة ممكن تعطيني مادة باي برودكت ما بدي إياها، تتحول لمادة أخرى، تدخل في باثوي آخر. لاحظ الجن أصبحت من دون غير موجودة، يعني عم بصير أكسد عندي، فبيتحول المركب من مركب بلا ألوان إلى مركب بلون. أوكي مثلا إذا الإنزيم هاد معطل فهذه المادة أيضا بتتحول لمادة بلون، بتتأكسد وبتعطيني مادة ملونة. فإذا الطريقة الرئيسية هي اللي أنا موضحتها بالسهم البرتقالي. لما الطريقة الرئيسية بتتسكر بدك ترجع للخريطة وبتشوف إنه بعض المركبات المتراكمة ممكن تدخل في باثوي آخر، تعطيني مركبات غير مرغوب فيها. أوكي إذا ملاحظ في عنا بوكسات، هذه البوكسات نعدهم لنشوف، 1 2 3 4 5 6. السابع بتكلم عن التسمم بالرصاص، شرحته أنا. أوكي فعندي 6 بوكسات، هذه ال6 بوكسات عم تحكي عن مرض، هذه الأمراض ناتجة عن علة في هذه الإنزيمات. هذه الأمراض مجموعة إيش بنسميها؟ هاي الأمراض بنسميها بورفيريا، بورفيريا، أمراض البورفيريا. أمراض البورفيريا بتذكرني بخرافة، شو اسمها هاي الخرافة؟ أو خلال الشرح رح أذكرك بهاي الخرافة. يس الرسمة ما بتوحي بشيء. الفامباير مصاصين الدماء. الفام يا مصاص الدماء أو بسموه بالعربي دراكولا. أوكي شو كان يعمل دراكولا؟ ممكن تحكي لي شوي عن حياته؟ كان ما بقدر يطلع في النهار، بس في الليل يا ما بيطلع بالنهار. حلوة، ليش إذا طلع بالنهار شو بصير؟ بصير إشي حساسية لجلده، ما بقدر يفتح ويشوف. يا فإذا بصير يطلع له فقاعات جلدية صح؟ بيطلع له حبوب هيك وفقاعات مليانة سوائل. طيب غير هيك
شو كمان كان يعمل؟ شو يعني فامباير؟ يعني مصاص دماء، كان مصاص يمص. دماء، يعني مص يا دم شخص يكون ويصير زيه. يا لا، هو كان صحيح مزبوط، هاي تكملة الأسطورة أو الخرافة تبعتهم، إنه كان يختار ضحايا وياخذ منهم الدم، يمتص الدم عشان هو يستعيد قوته. أوكي، هلا هذا الميث أو هذه الخرافة مبنية على مفهوم البورفيريا، مرض البورفيريا. خلينا نشوف هذا المرض شو هو. البورفيريا هو سببه هو عدد من الأمراض، زي ما شفتوا 6 بوكسات عندي أنواع من البورفيريا. It comes due to defect in the heme synthesis. سببها هو خلل في تصنيع الهيم. ممكن يكون هذا الخلل وراثيا يعني جينيا، أو ممكن يكون مكتسب، يعني أنا انولدت بشكل طبيعي، إنزيماتي كانت تشتغل وجد علي جديد في الحياة فأصبت بالبورفيريا. So أنواع البورفيريا نوعين، acquired أو inherited. في حالة الأمراض الوراثية اللي بتعمل بورفيريا، لله الحمد they are autosomal، سوري للأسف، هنا طبعا ربنا بنحمده في كل حال. طريقة البورفيريا الانهيريشن الانهيرتنس لإلها autosomal dominant. هلا dominant بتخليني أوقف شوي، إيش يعني dominant؟ dominant يعني يعني إذا توفر فقط جين واحد منها راح يكون مصاب. نعم للأسف. أوتوسومال دوميننت يعني سائد، يعني قليل واحد تعبان على طول تظهر عندي الأعراض. اكسبت معناته في واحد من هدول الستة طريقة توارثه ليست أوتوسومال دوميننت. وأنا كالعادة بحب أحط فراغ عشان ترجع للكتاب، تضطر تقرأ الكتاب إذا أنت مش من هذا النوع. أوكي، فإذا من الأنواع عندي أكويرد وإنهيرتد، والإنهيرتنس أوتوسومال دوميننت ما عدا واحد. أوكي، لما بصير عندي ديفكت في الهيم سينثيسز معناته الانزيم خربان، معناته في عندي accumulation للسبستريت لهذا الانزيم. ممكن يكون السبستريت بورفايرين، يحتوي على حلقة البورفايرين يعني كو أو يورو أو بروتو، يعني يحتوي على هذه الحلقة، أو ممكن يحتوي على بريكيرسر لإلها. خليني أفرجيك كيف يعني. يعني أنا مثلاً إذا صار عندي تسكير في هذا المكان، معناته الاكيوميليتد برودكت أو الاكيوميليتد كومباوند إز بورفايرين، it's called يورو بورفايرينوجين 3. طيب إذا صار عندي تسكير في هذا المكان، في عندي اكيوميليشن للساكسينيل كو اي والجلايسين، ما في عندي اكيوميليشن للبورفايرين. إذا صار عندي تسكير في هذا المكان، أنا عندي accumulation للبريكيرسر، still ما حصلت على البورفايرين رينج المعروفة. أوكي، فإذا التسكير في الإنزيم ممكن يعمل على حسب نوع الإنزيم، ممكن يعمل accumulation لبورفايرين بحد ذاته، أو ممكن يعمل accumulation للبريكيرسر لما الضخامة رح تتحول بعد شوي لبورفايرين. مثلا جاوبوني انتو سؤال، اذا سكرنا هذه او هذه الخطوة او هذا الانزيم، مين اللي بيصير له accumulation هون؟ البورفيرين كومباوند ما سمعت، عفوا. بحكي البورفيرين كومباوند بورفايرين، ما سمعتش بقية العبارة، مش عارفة اسمعها، مش واضحة. المواد اللي قبل السهم، يعني شو هي المواد اللي قبل السهم؟ أعطيني اسمها. بورفيرو بيرونوجين. لا يا عزيزتي، هيها هذه هي، هذه قبل كنت السهم، السهم الأخضر، هيدروكسي. أنا فكرت الزهري. لا عزيزتي، أنا حطيت هنا بلوك بالأخضر. أيضا لما بصير عندنا مثلا ديفكت في هذا الإنزيم اللي هو يوروبورفايرينوجين 3 سنتيز، بصير عندي أكيميليشن لهيدروكسي مثل بلين. هلا الهيدروكسي مثل بلين، رح يجي الطالب يقول لي هاي اتس نوت ا بورفايرين، صحيح، لكن رح تدخل في باثوي فرعي وتعطيني مواد تحتوي على بورفايرين رينج. لاحظين المواد في الطريقة الفرعية تحتوي على بورفايرين رينج، وعم تتأكسد كمان، عم تعطيني ألوان. اوكي، بينما مثلا لو سكرنا
هذا الإنزيم باللون الأزرق رح يتراكم عندي بورفوبيلانوجين. هل البورفوبيلانوجين فيه بورفايرين؟ هل فيه خصائص البورفايرين؟ لا، ما فيش فيه خصائص البورفايرين. It's a precursor. هل شايف أي طريق فرعية ممكن يدخل فيها؟ الجواب لا، فرح يصير عندي accumulation ل بورفوبيلانوجين. بورفوبيلانوجين مثلا سكرنا هذه الخطوة، هذا الإنزيم لونه باللون، أي لون؟ الأخضر الفاتح. رح يصير عندي تراكم لكوبورفايرينوجين 3. إذا في عندي تراكم لبورفايرين انترميديت. الانترميديت هذا الجن ممكن يصير له أكسدة ويعطيني ألوان. أوكي، هلا مفهومي إذا في ألوان أو ما في ألوان؟ مفهومي إنه في تراكم لمادة فيها بورفايرين، يس أور نو؟ بخليني أفهم أعراض البورفيريا اللي بتطلع في الأنواع المختلفة. تمام، إذا نرجع، إذا البورفيريا سببها ديفكت في الهيم سينثيسيس، إما acquired أو inherited، ويؤدي ذلك إلى تراكم بورفايرين أو البريكرسر تبعه. بدك تشوف الخريطة. هلا في عندنا أنواع للبورفيريا، عندنا أنواع بتأثر على نخاع العظم، وفي أنواع بتأثر على الكبد. إذا لاحظت الرسمة، لاحظ البوكس، مثلا بورفيريا كيوتينيا تاردا بتأثر على الكبد، بينما كونجينيتال إريثروبويتيك بورفيريا عم بيأثر على مين؟ على نخاع العظم. فإذا في عنا بعض أنواع البورفيريا بتأثر على البون مارو، والبعض الآخر بيأثر على الهيباتيك سيستم، على الكبد. بناء عليه الكتاب قسمهم إلى two classes: إريثروبويتيك بورفيريا وهيباتيك بورفيريا. والهيباتيك رد الكتاب قسمهم إلى acute hepatic porphyria و chronic hepatic porphyria. Now الأعراض بشكل عام، بغض النظر عن نوع البورفيريا اللي رح تقرأه لوحدك في الكتاب، الأنواع والأعراض بشكل عام. أول عرض اللي هو الحساسية من الضوء، photosensitivity. Once تعرض للضوء بعض أنواع البورفيريا، وليس جميعها، بعضها، بعض الأنواع اللي موجودة على الخريطة، once المريض يتعرض للضوء بصير عنده حكة، skin itching، بصير عنده حروق، burns upon light exposure. لاحظ burns upon light exposure، بيطلع له على جلده blisters. هذه هي blister، اوكي، حروق وبتطلع blisters. هذا متى يحدث؟ هذا يحدث إذا كان نوع البورفيريا يؤدي إلى تراكم بورفايرين رينج، أو يؤدي إلى الحصول على تراكم بورفايرين رينج. خلينا نقرأها بالإنجليزي. Occurs if the defect result in porphyrin ring accumulation or production from minor pathway. إيش يعني accumulation or production؟ يعني هون مثلا لما سكرت الباثوي تراكم عندي مادة ليست بورفايرين، ولكنها لاحقا تحولت إلى مواد بورفايرين. فإذا الإنسان اللي عنده عيب في هذا الإنزيم عنده فوتوسنسيتيفيتي. الإنسان اللي عنده عيب في هذا الإنزيم أكيد رح يكون عنده فوتوسنسيتيفيتي، لأنه المادة المتراكمة فيها بورفايرين. فإذا فوتوسنسيتيفيتي بتصير لما يكون الإنزيم المعيوب ينتج عنه تراكم مادة فيها بورفايرين، أو تؤدي إلى تكون بورفايرين في المستقبل. أوكي، برأيك، برأيك لما تقرأ في الدار نقص هذا الإنزيم في اللون الزهري، هل سيؤدي إلى فوتوسنسيتيفيتي؟ لا لا، لأن البورفوبيلانوجين هي ليست حلقة بورفايرين، فلما تتراكم ما راح تعمل لي مشاكل بالنسبة ل التعرض للضوء أو عدم التعرض للضوء. عشان هيك أنا حكيت لك الفوتوسنسيتيفيتي بتصير عند بعض الأنواع وليس جميعها. عشان أعرف في فوتوسنسيتيفيتي يس أور نو، بدك ترجع للخريطة وتشوف هل بينتج عن الخلل الجيني أو الخلل في الخطوة، هل ينتج عنه تراكم في البورفايرين أو تكون لبورفايرين؟ ساعتها تقدر تجاوب هل في فوتوسنسيتيفيتي يس أور نو. طيب طبعا كثير الطلاب بيقولوا شو علاقة البورفايرين في حدوث الفوتوسنسيتيفيتي أو الحساسية للضوء؟ الجواب موجود أمامك.
بقول لك البورفايرين accumulated intermediates، هالintermediates اللي فيها بورفايرين رينج they will generate radicals upon light exposure، انه اول ما تتعرض انت للضوء فالمواد المتراكمه من البورفايرين بتبلش تعطي شوارد حره، وهي الشوارد الحره زي ما بتعرف بتدمر الخليه، بتدمر الاغشيه، they will damage the membranes، they will damage the lysosome membranes، رح تعمل دامج لاغشيه اللايسوسوم، وبالتالي شو رح يصير في انزيمات اللايسوسوم؟ رح تطلع برا اللايسوسوم، they will release the lysosomal enzyme. بتعرفوا انتم انه انزيمات اللايسوسوم تحطم المركبات، تحطم المركبات الكبيرة، وبالتالي بتصير الخلية تحطم في حالها، تحطم في نفسها. فهذا هو السبب في الفوتوسنسيتيفيتي. فالتعرض للشمس مع وجود البورفايرين المتراكم بيعطيني راديكلز، والراديكلز بتدمر اللايسوسوم، وانزيمات اللايسوسوم بتطلع اوت وبتبلش هي تاكل في مركبات الخلية. هذا هو السبب. اوكي، ايضا بعض انواع البورفيريا بتعرضوا لالم او هجوم والم فجائي في الجهاز الهضمي، جي اي تي اتاك. ايضا البعض الاخر ممكن يكون عندهم اعراض عصبيه واعراض نفسيه، neurologic and psychiatric symptoms. اول ما نعرف البورفيريا اي ثينك نعرف في الملك جورج اي ثينك السادس، ولا ما بعرف قد رقمه، في بريطانيا، وكان يعاني من اعراض سايكياتريك، اعراض سكيزوفرينيا. اوكي، وكان السبب انه هو مريض بالبورفيريا. سو من الاعراض اذا جي اي تي اتاك ونيورولوجيك اند سايكياتريك سيمتومز. تمام، تمام. لاحظ هاي اعراض الفوتوسنسيتيفيتي على المريض بعد ما تعرض للضوء. عشان هيك هم عملوا تشابه بين البورفيريا والشخصية الأسطورية، شخصية الدراكولا أو الفامباير، مصاص الدماء. أوكي، التريتمنت، شو هو علاج البورفيريا؟ علاج البورفيريا أول علاج إني أساند المريض لحد ما تنتهي أعراض الألم تبعته. During the acute porphyria attack, the patient require a medical support. بدي أدعم المريض، أعالج الألم، أعالج الاستفراغ اللي عنده، أعالج الأشياء اللي بقدر أعالجها من الأعراض الموجعة للمريض. رقم اثنين، بعض الأعراض تبعت البورفيريا ممكن تخف، أوكي، عن طريق إني أعطي عن طريق الوريد intravenously، intravenous يعني عن طريق الوريد، أعطي مادة الهيمين. حكينا قبل هيك إنه مادة الهيمين شو بتسوي؟ تعمل inhibition لأهم خطوة لل rate limiting step اللي هي ALAS. قلنا مادة الهيمين بتعمل repression. ما هو الهيمين؟ الهيمين اللي هو بكون فيه ذرة الحديد موجب تلف. فإذا كون أنا عرفت إنه الهيمين اللي هو ناتج من تراكم الهيم، إنه الهيمين بيعمل inhibition لل ALAS، فخليني أعطي هذا المريض باي intravenous IV، يعني أعطي هذه المادة عشان أعمل تثبيط لل ALAS، وبالتالي أخفف من تراكم البورفايرين intermediates في الجسم. وضحت الفكرة؟ يعني خطوات الهيم سينثيسيس معيوبة معيوبة، فإذا خليني أعطي هذه المادة بحيث إنه ما ندخل في الباثوي ونعمل تراكم لمادة معينة لأنه الإنزيم مش موجود. فإذا من البداية خلينا ما نفوت على خطوات تصنيع الهيم لأنه أنا مش راح أعرف أصنع الهيم. وضحت يا تقوى؟ أوضح دكتور. تمام. كمان ممكن نحن نعطي جلوكوز. لاحظوا إنه الآي في جلوكوز، جلوكوز عبر الوريد، بتخفف من الأعراض، والسبب زي سبب الهيمين. أيضا الجلوكوز لما بعطيه عن طريق الوريد بيعمل ريبريشن في ال LA synthase، ايضا بيعمل ريبريشن في هذا الانزيم. اوكي، ايضا ممكن نحكي له بعض النصائح. انت بتتاثر من ضوء الشمس، معناته you need to avoid sunlight exposure، يعني ما تتعرض لضوء الشمس. اذا اضطريت تتعرض لضوء الشمس شو لازم تعمل؟ يعني تطلع في النهار شو لازم تسوي؟ يلبس وقاية. يا يلبس طويل، يخبي يعني يحاول يخبي أكثر شيء من جسمه، يعني ما يعرضه للشمس. يلبس كم طويل، بنطلون طويل، يلبس طاقية، يحط سن بلوك،
حط صن بلوك قوي على وجهه، اوكي، حتى ما يتاثر او يقلل مدى التاثر تبعه. كمان بننصحهم انهم ياخذوا بيتا كاروتين. ما هو البيتا كاروتين؟ هذا فيتامين. فيتامين ايش البيتا كاروتين؟ من اسمه كاروت، كاروت يعني موجود في الجزر، بسموه بيتا كاروتين. شو الفيتامين اللي موجود في الجزر؟ فيتامين اي. فيتامين A. ما ميزة فيتامين A؟ فيتامين A is an anti oxidant. تتذكروهم الانتي اوكسيدنت فيتامينز؟ الانتي اوكسيدنت كانوا يساعدوني في التخلص من الراديكال. So البيتا كاروتين زي اللي هو الفيتامين A, it acts as a free radical scavenger. فالفيتامين A والسي والإي بيتخلصوا من الراديكال، بيضحوا في حالهم عشان يخلصوني من الراديكال، وبالتالي انا لما اتخلص من الراديكال ما بعود عندي فوتو سنسيتيفيتي، اوكي، بتقل الفوتو سنسيتيفيتي تبعتي. تضحك الصوره، آه، واضحة. تمام. اذا احنا لهذه النقطه بنكون انهينا the heme synthesis، كيف اصنع ماده الهيم. نكمل، صراحه ما بقدر، صح ضايل 10 دقائق او بتخلص المحاضره، بس حكيت لك انه بالنسبه لمحاضرتكم انا الوقت يعني عم بيمشي بسرعه، محتاجة لكل دقيقة. اللي بعديها، بعد ما نتعلم تصنيع الهيم رح نتعلم أنا وياك سوا كيف نعمل ديجريديشن. ديجريديشن يعني تحطيم للهيم. عندي مثلا ار بي سي خلص عمرها، فالماكروفاج بتبلش تبلع في الار بي سي، فور اكزامبل يعني، باعتبار انه الهيموغلوبين او الار بي سي هي واحدة من اكثر المركبات في جسمي او الخلايا التي تحتوي على هيم بروتين. فالكتاب ماخذها كمثال، فالماكروفاج او الوايت بلود سيل تبتلع الار بي سي اللي عم تتحطم، ومن مركبات الار بي سي ماده الهيم. ماده الهيم شو بسوي فيها؟ الهيم اللي هو عباره عن بورفايرين رقم 9، بروتو بورفايرين رقم 9، وفي داخله ذره حديد. شو رح نسوي؟ رح نكسر الحلقه هاي، رح نكسرها، فلاحظ كيف فتحنا حلقه البورفايرين، وراح ناخذ ذرة الحديد للخارج ونعيد استخدامها، ريوس. إذا ذرة الحديد راح نعيد استخدامها، والبورفايرين رينج راح نكسرها. لما بتنكسر بتعطيني مادة اسمها، خلينا نشوف اسمها، اسمها بيلي فيردن. بيلي فيردن ايش لونها؟ شو أخضر. ملونها الكتاب؟ أخضر. صار بيلي فيردن لونها أخضر، اوكي، لونها يميل الى للون الاخضر. نشوف اسم الانزيم. اسم الانزيم هيم اوكسجينيز، هيم اوكسجينيز. هذه الخطوة مهمة، عم بيطلع منها سي او. ما هو السي او؟ كربون مونوكسيد، اول اكسيد الكربون. هذه هي الخطوة الوحيدة في جسمي اللي بتعطي أو بتكون أول أكسيد الكربون. إشي غريب، أوكي؟ أول أكسيد الكربون بس بيطلع من هاي الخطوة اللي هي خطوة تكسير الهيم. فإذا أنت طبيعي إنه يكون عندك أول أكسيد الكربون في جسمك، صح ولا لا؟ بس أكيد بتكون كميته قليلة وبتكون ناتجة عن تكسير مادة الهيم. إذا حبينا نقيس سرعة تكسير الهيم في جسمك، بنقدر نقيس أي مادة في الجسم سي او حتى لأنها تعطيك مميزة. دلالة. أيوة، so measuring CO help in measuring bilirubin production أو the heme degradation. هلا أنت حاليا ما بتعرف إيش يعني bilirubin، رح أعرفك عليه. So أول خطوة إنه في الماكروفاج الهيم اللي موجود في الهيموغلوبين في الكتاليز whatever، هذا الهيم بنكسره عن طريق هيموكسجينيز الى بيليفردن، ذات لون اخضر، بيطلع ذره الحديد اللي بنعملها ريسايكل او ريوز، وبيطلع عندي ماده كثير مميزه اللي هي السي او. نكمل. ناو ماده البيليفردن بس لها عمليه ريدكشن، نعمل لها ريدكشن. لاحظ هون في عندي دبل بوند، هون ما في، لانه هون احنا عم نعمل اختزال عن طريق انزيم اسمه بيليفردن ريدكتيز، وبنحصل على ماده ذات لون مختلف. ممكن تقرا لي اسم الماده؟ بيلي روبن. بيليروبين، لونها احمر، احمر على اصفر بهذا الشكل، هذه هي ماده البيليروبين. اوكي، خلينا نوقف لعند هذه النقطه عشان احكي الشيء الاخر او احكي كلينيكال كيس.
تتذكر أيام ما كنت طفل؟ يمكن لحد هلا تضرب أحيانا بالطاولة، تضرب بالكرسي، فبصير عندك فلوس أو كدم، وهاي الكدمة مع الزمن بتحس إنه ألوانها عم تختلف. تعرف ليش ألوان الكدمة بتختلف مع الزمن؟ لعند هذه النقطة أنت بتقدر تشرح سبب اختلاف ألوان الكدمات، the blue's color change. أوكي أساعدك أكثر. أنت لما بتضرب بشيء، مثلا نحكي بنضرب بعمود، أوكي، بإيدك ضربت بالعمود بالغلط، اللي بصير إن الريد بلاد سيل في مكان الضربة عم تنكسر، فلما بتنكسر الريد بلاد سيل بتيجي الماكروفاج وبتطلعها. في داخل الماكروفاج مادة الهيم تتحول إلى بيليفيردين، فرح تبدأ الكدمة بلون أخضر، ثم بعض من البيليفيردين رح يتحول إلى بيليروبين، فتصبح الكدمة بين الأخضر والأحمر، ثم جميع البيليفيردين يتحول إلى بيليروبين، فتصبح لون الكدمة باللون الأحمر على أصفر، ثم بعد فترة من الزمن ستختفي هذه الألوان لأن مادة البيليروبين رح يتخلص منها. وضحت الصورة؟ وضحت. وضحت. أوكي، بيليروبين اللي نتج في الماكروفاج وش تسوي فيه؟ بده يتخلص منه. تعال نشوف كيف. عن طريق قدام البيليروبين، إذا أنت ملاحظ مدى حبه وقربه للماء، بلاحظ إنه يكره الماء، فلما بدي أنقله عن طريق الدم لازم أنقله في المواصلات العامة. شو اسمها المواصلات العامة؟ الألبيومين. ألبيومين. إذا بيركب في مكان ما أو بيرتبط في مكان ما في الألبيومين عشان ينطلق من الدم إلى الكبد. وصلنا حضرتنا للكبد، وصل ودخل للكبد. في الكبد رح نحاول نخرجه وين؟ في البايل، بدنا نخرجه في العصارة الصفراوية. بس في عندي مشكلة، البيلروبين بيكره المي، وسائل الطرح في الجسم تطرح المركبات التي تحب الماء. معناته أنا واقع في مشكلة. شو هي هاي المشكلة؟ البيلروبين يكره الماء، فلازم أنا وياك نفكر كيف نخلي البيلروبين يحب المي. طلع على الصورة كويس، كيف ممكن نخلي البيلروبين يحب المي؟ عن طريق إضافة مرافق. شو اسم المرافق هذا؟ جلوكورونيك أسيد. برافو، اسمه جلوكورونيك أسيد. بقدر أضيف واحد جلوكورونيك أسيد، وبقدر أضيف للماكسيمم. الماكسيمم إني بقدر أضيف اثنين منها. لاحظ، فإذا هو عامل على الخطوة إنه ضاف في هاي الخطوة اثنين من جلوكورونيك أسيد. 2 يو دي بي جلوكورونيك اسيد تحول الى 2 يو دي بي. وين راح الجلوكورونيك اسيد؟ اكيد ما اختفى، انما هو تمت اضافته الى البيليروبين. صار تكون عندي بيليروبين داي جلوكورونايد. اسم الانزيم حفظ، اكيد حفظ مهم جدا. اسم الانزيم بيليروبين جلوكورونايل ترانسفيريز الناقل. بيليروبين جلوكورونايل ترانسفيريز، تمام. على فكرة هذا الإنزيم عند البيبيز، عند البيبيز أول ما ينولدوا بكون نشاطه قليل، بكون ضعيف أو بطيء النشاط. إذا قارنته مع الإنسان البالغ بكون نشاطه قليل. يحتاج الإنسان من أول ما ينولد إلى 4 أسابيع من لحظة الولادة حتى يصبح نشاط هذا الإنزيم مشابه لنشاط الإنزيم في إنسان بالغ. معناته أنا تقريبا فهمت ليش بعض البيبيات بصير عندهم اصفرار أو يرقان. ليش البيبي فسيولوجيا بصير عنده يرقان عند الولادة؟ لأن هذا الإنزيم مش نشيط كثير عنده. أيوة. كم أسبوع يحتاج حتى يصبح نشاطه مشابه للبالغ من للإنسان 3 لـ4. يحتاج إلى 4 أسابيع تقريبا حتى يصبح نشيط بنفس نشاط الإنزيم عند البالغين. ولذلك طالما هذا الإنزيم بكون ضعيف النشاط، فمادة البيليروبين في البيبيات الحديثي الولادة بصير يتراكم في الجسم. أوكي، جزء منه بتحول لبيليروبين داي جلوكورونايد، ولكن جزء منه أيضا يتراكم ويؤدي إلى حدوث اليرقان. رح نشرح عن اليرقان أكثر بعدين. أوكي، إذا بيليروبين تتحول لبيليروبين داي جلوكورونايد عن طريق conjugation reaction. إيش يعني كلمة conjugation reaction؟ يعني ضفت مركب عليه.
يا تفاعلات المرافقة، سأرافقه بالمركب فتتحسن خصائصه، ستتحسن خصائصه ويصبح البيلروبين محبا للماء. بيلروبين دايجلوكرونايد بحب المي، بيلروبين لحاله لا ما بحب المي. طيب حب المي ولا لا؟ يس أصبح محب للماء. تقدر تطلعيه على البايل؟ يس أور نو؟ يس بقدر. في عندي هون بامب ناقل يحتاج إلى اي تي بي، بياخذ البيلروبين دايجلوكورونايد وبيطلعه الى قنوات المراره عشان يروح بعدها للمراره نفسها ومن ثم الى السمول انتستن. اوكي البايل في النهايه تصب في الانتستن. ماشي يا جماعه؟ تمام، واضحة. تمام. بس خليني اكمل بس هاي السلايد. انا لاحظ انا تكلمت عن البلوس كلر موجودة هون حاليا عندك، هي هي البلوس كلر، كيف انه الكدبة يتغير لونها. عندنا البيلروبين فقط تصنع في الثدييات، وبنعتبرها في الثدييات ايضا لها عمل انتي اوكسيدنت، فالبيلروبين بيعتبروه من مقومات الاكسده. لكن اكيد انا ما راح اوافق انه يكون تركيزه اعلى من رقم معين، ولا بصير عندي مشكله مرضيه اسمها اليرقان. ناو البيلروبين كيف بيشتغل كأنتي أوكسيدنت؟ البيلروبين مستعد إنه يتأكسد إلى بيليفيردين، وبالتالي بيشتغل كمقاوم أكسدة. أوكي هلا الألبيومين اللي هو باص الألبيومين، إذا بتذكر قبل شوي تكلمنا عنه، كان يرتبط فيه البيلروبين حتى ينتقل عبر الدم. المكان اللي بيجلس عليه البيلروبين في عليه تنافس بين البيلروبين وبين بعض الأدوية. خليني أفرجيك الأدوية هاي. الدواء الأول اللي هو دواء السليسميت، هذا هو الدواء، وجوده في الدم بصير بينه وبين البيلروبين تنافس على الجلوس على نفس المقعد. وفي عندنا الدواء الثاني اللي هو السلفونامايد، فإذا هذه الأدوية بتتنافس مع مين؟ بتتنافس مع البيلروبين للجلوس في باص الألكيمين على نفس المقعد. وبالتالي هاي الأدوية ممنوع 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 تنعطى لمين؟ ممنوع إنها تنعطى للبيبيز. أوكي للبيبيز، لان البيبيز اصلا عندهم البيليروبين مرتفع ماشي، وعم بينتقل عن طريق الالبيومين للكبد. فما رايك لو اجى هذا الدواء وجلس محل البيليروبين؟ ساعتها البيليروبين بتراكم في الجسم وبيعمل لي يرقان، بيعمل لي مشكله. هلا مشكله اليرقان في البيبيات، ليش احنا ما بنحب اليرقان في البيبيز؟ بعتبرها ايمرجنسي، لما يكون الولد كتير اصفر بروح بقيس له تركيز البيليروبين في الدم وبلاقيه تركيزه عالي، بعتبره حالة إمرجنسي وبدخله على طول على المستشفى. ليش يا ترى؟ لأنه مادة راح البيلروبين، أعرف تفضلي. إنه بيأثر على الدماغ. برافو صحيح، مادة البيلروبين زي ما حكينا قبل شوي هي ووتر انسوليبل، ما بتحب المي بتحب الدهون، وبالتالي ممكن تروح وتعبر المننجيز أو السحايا اللي هي not well developed still مش ناضجة كفاية عشان تحكي للبيلروبين ممنوع تفوت، فبالتالي البيلروبين بفوت للدماغ وبيعمل لي مشاكل. اوكي فبنسمي هاي الحالة كيرنكتيرس. كيرنكتيرس اكتيرس يعني اللون الأصفر، وكيرن يعني الدماغ، كيرنكتيرس يعني يرقان أثر على الدماغ. إذا اكتيرس تعني يرقان باللاتيني، اكتيرس اللون الأصفر، اكتيرس يعني أصفر، والكيرن اللي هو الدماغ الكرينيال يعني. اوكي كورنيكتيس هي الحاله اللي بتصير في البيبيات لما يكون الانزيم هذا مش شغال بنشاط عالي، فالبيليروبين بتراكم. ماشي انا موافقه يكون البيبي اصفر شوي، بس اذا صار صفاره كتير كتير عالي يعني معناته عندي كميه كبيره من البيليروبين في الدم، وهذا بيهدد الدماغ تبع البيبي. طبعا اكيد البيبيات ممنوع ياخذوا الساليسالات، ممنوع ياخذوا السلفونامايد، لانهم بشيلوا البيلروبين من الالبيومين وبخلوه او بوجهوه ناحيه الدماغ، فهذا الكلام ممنوع عند البيبيز. تمام يا جماعه؟ اوكي للاسف ما قدرت اكمل الشابتر، ان شاء الله بكره نكمله. بكره بحثك اكثر عن البيلروبين داي جلوكورونايد اللي هو الكونجوكيتد بيلروبين، لما يروح على البايل ايش رح يصير فيه؟ وين رح يروح في الجسم؟ رح تعرف بكره ليش لون البول أصفر؟ ليش لون الفضلات بني؟
اوكي، ورح نحكي اكثر عن اليرقان واسباب اليرقان، ورح ندخل ان شاء الله ان شاء الله رح ندخل في الشابتر اللي بعده. يعطيكم العافية.